أزول في اللون، أزول أيتما إلى داغو السفل داو نينيني أنا يعني وأنا هنا نمر اللي ساب الدون الرويس اللي صار الزمن أسايس كوني عند منيك سيدة كوني عند طريق أنس مثلا الناس يندور الناس الناس زخا هي اللي حضر الشتر بلاد في اللانخ كل نودو تيزلا أترى الوقت هي حالة زخا نغيتا لي مانت لحزب نرط مغرلان في اللانخ أغسغ نفط لبانا تزاوالخ زعما راه حنا واقفين دابا في حواش تاع الإمام هو لا وطريس طريس ديال حواش إذا غادي خصنا قال لك ملي لقيت مع من ملي لقيت الصف مع من زعما بقى مع مني يقول حواش تنضم يفهم ما تجي تنضم والرئيس برشاح حتى هو قال باش بدا قال لك سيدي بسم الله على يمين وسول بسم الله على يمين وسول يا سلام فردرة الناس بسم الله تكلم يا فمي فالسلام فرد به يبدأ اللسان لسان المسلم إذا هذا بين الطريق طرق مش كيف دور الرويس مثالين فقط وكاين واحد النوع ديال القصائد كتسمى الأرجوزات انتشر بزاف تختلط بين العربية وبين الأمازيغية والعربية وبالعكس بين الشعراء وهو نوع من الشعر يديروا فيه يعبروا فيه على البراعة ديالهم وعلى مدى تمكنهم من اللسانين من اللغتين إذا هناك من يسمى الملمعات أو اجتماع لونين وتجمع جزء الأنواع ديال الثقافات المختلفة أو اللغات المختلفة خاصة بين الأمازيغ والعرب وغيرهم تتمزج فيها الشعر الأمازيغي بالعربي وهناك قصيدة تينو وينزار ديال رسموكي رسموكي هو اللي بدا بهذا الشكل هذا وكاين بزاف ديال خاصة في المدارس العتيقة باش كيكون فمثلا عندنا نموذج الحمد لله على ما خفك من نعمة نور الدرس ماذا خفك في كل وقت غزغر ولا درر في الحر والبرد غادي كيزون زار وبعد فاسمع يا نوالي فولكين وليس يخبركم يا نوري زرين قصيدة تكتب غفر صغار يقرأها الراعي إكسا غدرار هذه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على مادة خيفك من نعمتين ورجوس مادة خيفك في كل وقت غزغار ولا ذراب في الحر والبرد إكديك زونزار وبعد فاس معي والي فولكين إذ لسا يخبركم يا نور يزرين قصيدة تكتب في فرنو صغار يقرأها الرعي إغيك سقو درار كن رجلان كريما وانيرا يلوك جد يرفع الفتاة مقرسك تعلم هان تغري كل فياتك وكل جاهل ينغلب هاي مايقا العلم نادة العقوليات قال شهر بها الأيام يلي سنافلان العلم نور زندك أنت فوقتي والجهل عار في اللقيس تساستي عليك بالصدق إغاث سوالتي فالصدق في الكلام كانت فاوتي
واحفظ لسانك وواله راشني تكون معظما ما درميدني لا تحقران شخصا مقاروري لي في المرؤوبين فؤادي ثم اولي كموحدين في الجو اير وسايلال اجلسه الزمان كيكينو ملال انظر بحاجني رحيمين يانقان ولا الفقير والغريب اجلال فان هذه الدنيا كان تزمز احوالها عجيبتون يارقز واقنع بما اعطاك الله ياكرا فالمرؤوقات يعزه غي دايرة وانفي الهموم عن فؤاس كبوتني بالصبر إيد في الصبر إيد سفارني فانطلبوا الله أداخ عاوني وأن يساهل لنا إساوني فالأمر كله له أولى جميل وكل سر عنده أريمتي. إذا سمعتمها غدا طرية من ربما قائلها. إذا كثير هذا النوع ديال القصائد هناك من يعتبرها من المستملحات ولكنها في على ظهرها وفي طيتها فيها نصائح وفيها عظات وفيها إسفيونا وتفاوينا يعني توضيحات على في واقعات معينة وفيها أحيانا يمررون فيها علم كله علم على قائم الذات مثلا علم نصوص القرآن كيف يقرأ القرآن كيف يجلس الإنسان مع الناس في مجالس كيف وحتى مثلا الأرصاد الجوية أو المناطق ما تزخر به المناطق من معلومات جغرافية. إذا ليس سهلا ليس هينا هذا النوع فهو لون جميل جدا. أتمنى أن يرقكم وإلى اللقاء. هذا ما في جولتنا هذا اليوم. تحية لكم.